يشهد العديد من العائلات والمهنيون للانضمام إلى المؤتمر السنوي لجمعية كاشر لتعزيز العائلات الخاصة في المجتمع العربي. تم التركيز في المؤتمر على أهمية دور العائلات مع أولاد ذو احتياجات خاصة، وخصوصا في المجتمع العربي مع النقص الموجود لهذه الشريحة. اليوم هذا المؤتمر هو لبناء شبكة بين الأهالي، اللي إحنا بنشوف إنه بالمجتمع العربي في كم من جمعية بيشتغلوا بالموضوع، بس بيشتغلوا مع الأولاد مع احتياجات خاصة. كاشر تواصل الخاصية تبعتها إنها بتشتغل مع الأهالي، وإحنا اليوم بنحاول نعمل شبكة للتواصل بين الأهالي، لأنه إحنا بنشوف الأهالي هم النواة للعطاء للأولاد. ומי שיכול להניע את הילד קדימה, לגלות את הפוטנציאל שבו, לראות אותו כאדם שלם ולא רק את המוגבלות שלו, זאת המשפחה. אנחנו עוזרים להורים למצוא את הכוחות, להתחבר אחד לשני, להגיד מה הם צריכים ויחד איתם לפנות למשרדי ממשלה, לרשויות מקומיות, לשותפים נוספים שלנו כדי לייצר שינוי, ואנחנו כבר נמצאים בהרבה מאוד רשויות בחברה הערבית. من خلال المؤتمر تم عرض قصص شخصية للعائلات الخاصة في محاولة للتواصل وعرض معطيات وحكاية من الواقع، ومحاولة للأهالي للتعبير عن الصعوبات التي تواجههم وتواجه أبنائهم. بالطبع كمان هون رسالة الأهل، حكايات الأهل مهمة، وكل واحد منا عنده حكاية، وكل حكاية مهمة تنحكى. موضوع الإتاحة، موضوع ان انا بقدرش ادور مع امير بالناصري، انا بقدرش اجي مع امير اي مؤسسه، الارصفه مش مهيئه، حتى كمان بحيفا يعني مدارس، اغلب المدارس مش مهيئه. حكت قبل ام انه في الاتاحه الشيء الفيزي العمل يعني اليوم يوم. التعامل والاحترام يعني بيصيرش من لما خلقت اخته لامير يقولوا لي كيف بدها تتجوز نيسان واخوها امير. الحمد لله انا تجوزت، لقت الشريك الملائم، بس انه كل التعامل تبع المجتمع والانكار لوجود هدول حتى من العائله القريبه عليك إنه أمير مش موجود. فتغيير توجه إن شاء الله نقدر نوصل كأهل ونحكي حكايتنا، والناس يتعاملوا بطريقة مش يتعاملوا، ما تخافوش منا. أهل الإشي ما بعديش، الإشي ما بالعكس، أنتوا اللي بتكسبوا لما بتتعرفوا على ناس زي أولادنا. للأهالي إن كتير بحاجة لتوعيز، عادة ندعي بيجوا أميات، وكأنه إذا عائلة في عندها ولد مع احتياجات خاصة، طفل مع احتياجات خاصة، فكأنه هاي مهمة الأم، لا هاي مهمة العائلة، مهمة الجد والجدة. إحنا بنحاول نشتغل على وعي الأهالي إنه إيش يعني هذا ولد اللي هو بحق له كل الحقوق وكل الأشياء اللي موجودة بالمجتمع العربي، والمجتمع اليهودي بتحق لهذول الشريحة من المجتمع. حمل المؤتمر عنوان الأبطال يتشكلون من شيء عميق داخل أنفسهم، الرغبة، الحلم والرؤية. وبهذا يشدد المؤتمر على أهمية وعي العائلات لحقوق أولادهم والرغبة في تغيير المجتمع والمحاربة من أجل ذلك.